مشاهدينا أهلا بيكم. آخر إحصائية لتعداد البشر حول العالم كانت في نوفمبر لعام 2022، ووصل عدد البشر على كوكب الأرض ل 8 مليار شخص. ويشير تقرير جديد إلى أن عدد سكان العالم قد يبلغ ذروته عند 9 مليارات شخص بحلول عام 2050. هو رقم أقل بكثير مما كان يعتقد سابقاً، لكن دراسة جديدة كشفت أنه بعد هذه الزيادة سيختفي مليار شخص. فما تفاصيل هذه الدراسة؟ وهل سيختفي هذا العدد فعلاً أم لا؟ بالفعل نشرت دراسة بمجلة ساينس أليرت العلمية إيجابيات وسلبيات زيادة عدد السكان على الأرض، وقال المؤيدون أن التأثيرات إيجابية على الاقتصاد والتكنولوجيا، لكن رأي النقاد تعلق بالمخاطر التي ستتعرض لها البيئة. وقالت كمان الأمم المتحدة في توقعاتها الأخيرة أن زيادة عدد السكان سيلوث الهواء بشكل أكبر، بالإضافة إلى أن عدد السكان الكبير سينعكس على مطالب أخرى من بينها الحاجة لوجود استثمارات كبيرة في التعليم والصحة. وتشير تنبؤات الدراسة إلى أبحاث مكثفة يظهر فيها أن أعلى من 10% من أغنى الأشخاص في العالم مسؤولون عن الاستهلاك المفرط الذي يهدد استقرار البيئة، بما في ذلك تغير المناخ. ويقول عالم البيئة جورجين رانديرز أن المشكلة الرئيسية للبشرية هي استهلاك الكربون والمحيط الحيوي وليس عدد السكان. وقال كمان إن الأماكن التي يرتفع فيها عدد السكان بشكل أسرع لها آثار بيئية صغيرة للغاية لكل شخص، مقارنة بالأماكن التي بلغ عدد سكانها الذروة منذ عدة عقود. وبالفعل تم تحليل بيانات 10 دول ومناطق من الصين إلى الولايات المتحدة وإلى إفريقيا جنوب الصحراء، ليشمل معدلات النمو السكاني الأعلى في العديد من الدول الإفريقية مثل أنغولا والنيجر وجمهورية الكونغو وكمان نيجيريا، وكذلك بعض الدول الآسيوية مثل أفغانستان. ويقول الباحثون في أن في سيناريوهين مختلفين يمكن أن يحدث خلل في هذا القرن، ويتخيل السيناريو الأول أن العالم سيصبح مثل فترة عام 1980. ويتنبأ هذا السيناريو بحدوث ذروة سكانية عالمية تبلغ 8.8 مليار في منتصف هذا القرن، وتراجع تدريجي إلى 7.3 مليار في عام 2100. لكن السيناريو الثاني الذي يطلق عليه القفزة العملاقة يصل فيه عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار شخص بحلول عام 2040 تقريبا، وينخفض إلى 6 مليارات فقط بحلول نهاية القرن. ويشير المؤلفون إلى أن أحد العوامل الحاسمة في هذه النتيجة أن الاعتراف بعدم المساواة الاقتصادية حول العالم ستصبح مصدر للانقسام وتهديد للديمقراطية والتقدم البشري. وأخيرا في المستقبل وبحسب النتائج الثانية سيتم القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2060، مما سيكون له تأثير عميق على النمو السكاني العالمي. ويتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة للحد من الفقر وسياسات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والمساواة بين الجنسين. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد الإخباري. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.